في النادي الاهلي تحديدا. الاهلي كلاعبين كتشكيله وكقوام للفريق ناس بتسال عن تدعيمات كثيره ولاعبين راحلين كسر وجهاز فني اللي هو سواريش. الاول سواريش بالنسبه لحضرتك سواريش ظلم ولا سواريش ما اداش الامارات؟ هو لعب، انا بص الارقام مش معايا يعني لكن انا اعتقد انه لعب 15 مباراه، 15 مباراه متوسط خسر 3 وتعادل تعادل كتير، اتعادل كتير اتعادل كتير. سيبك من ده، سيبك من الاحصائيه، سيبك من الارقام يعني. صحيح. هو استلم فرقه مجهده، واللي اتعمل صح انه قعد الاساسيين، والا ده مش هينفع خالص الناس دي تستمر السنه الجايه كمان. صحيح. لكن رغم انه لعب ناشئين، وانا معترض على فكره ان هم اخذوا فرصه، لان ما فيش حاجه اسمها 8 ناشئين او 8 شباب جداد في مباراه واحده يبقوا بياخدوا فرصه. لان انا قلت ان الثمانيه دول لو بيلعبوا بسنهم في فرقتهم يعني هيلعبوا كره احسن من اللي لعبوها في الدوري الممتاز. لان انت عشان تعمل دعم للشباب بالشباب تختبر 3 وسط 8 على طاوله، تختبر 2 وسط 9، لكن ما تختبرش 8 مره واحده. صحيح. بجانب انك انت ما جهزتهمش دواء نفسيا ومعنويا. يعني انا بألوم سواريش انه الفرقه اللي لعبت دي حتى كمان، ما الاهلي لعب ماتشات بناشئ بس، ماتشات وفي كاس الرابطه وقدم مباريات كويسه. لا لعب كمان ماتشات كبيره في دوري زي 85 لما وقف تم ايقاف 16 لعيب بنادي الاهلي من الكبار. صحيح. ولعب بمجموعه ناشئين وكسبوا الزمالك. صحيح. ولعب ايام سيسو السايس وريعو وعلوي مطر ومش عارفين ناشئين او شباب ماتش قدام الزمالك وكسبه. فممكن قوي تلعب ماتشات قدام فريق كبير بس ايه ده ماتش او ماتشين مدعمين بالاساسيين. يعني ده دعم 3 أو 4 دعم ما ينفعش 8 مره واحده تقول ان هو ده، يبقى انت مش بتجربهم، ما تظلمهمش، انت كده بتحرقهم. انت كده بتحرقهم واديهم فرصه ثانيه. انا شايف ان 8 اللي لعبوا كلهم يصلحوا للدوري الممتاز للفيرست تيم كلهم. حقيقة الناس هتقول لك مش عارف زياد ومش عارف احمد سيد غريب ومش عارف مين، محمد اشرف. لا انا محمد اشرف ولا احمد اشرف. انا رايي انا يعني ان دول كلهم لازم ياخدوا فرص وكويسين وهيطلع منهم حاجه زي ما الزمالك عمل. انت عملت اخترتهم وكنت مضطر طبعا، لكن اخترت وعوضت غياب الثلاثة أو الأربعة النجوم الكبار جدا اللي فرقتك. مفهوم. قرار رحيل سواريش قرار صحيح ولا خاطئ؟ لأن يعني أنا شفت شوية أخطاء. هو طبعا يعني أكيد معذور شوية، لكن في حاجات لازم تبقى، ما تلعبليش 5-3-2 أو يعني تبتدي ماتشك بأنك حريص جدا أنك ما تتغلبش، تلاقي في 5 في دفاع الأهلي. صح. الاهلي فرقه لازم تهاجم، لازم الشخصيه بتاعت الاهلي تبقى انت كمان كمدرب تبقى فاهمها وعارفها وشفت الاهلي وعارف الاهلي. هو مش عارف الاهلي، هو الحقيقه يعني جاي يعني ما عندوش فكره مين الاهلي ده. اختيار كان خاطئ؟ كان خاطئ. طبعا. طب اشمعنى فايلر كان صح؟ ما كانش عنده سي في وده ما عندوش سي في. فايلر ما كانش سي في بس كان ضرب بن دلخت يعني فرقه كبيره في بلجيكا مره مثلا. مره يعني هو يعني سواريش ما دربش فرقه كبيره اصلا، سنه اصغر كمان. فايلر كان اصغر يعني. لكن فايلر ساب اثر. بالظبط. ساب اثر، غير بعض اللعيبه. صح. قدر يعالج بسرعه شويه حاجات عملها، بس ده ما فيش حد من لعيبه الاهلي تقدر تقول انه غير منه او غير من طريقته او طور من ادائه. ده بالعكس، ده عمال يجرب ويطلع فلان ويحط فلان، وحتى في الاساسيين اللي كانوا بيلعبوا يعني بشكل مش دائم، لكن كانوا فرصه ان هم ياخدوا تجارب في الفتره دي. صحيح. ما عملش ده. يعني حسيت ان هو مش من اهم الملاحظات انه لم يعد هؤلاء الشباب معنويا عشان يطلعوا عندهم احسن كوره واقوى كوره في مباريات بلا دوافع يعني. في دافع واحد بس، انك انت الاهلي وان ده قميص النادي الاهلي
وانك شخصيه الاهلي لازم تبان، لازم تكسبه. لا ده اخر ده ماتشات اللي لعبها بالشباب بالعافيه، يعني الشباب ده بصراحه بيجروا ورا الكوره ثلاث اربع ماتشات، دي مسؤوليه المدرب. مفيش مدرب يسيب فرقته تجري ورا الكوره مش عارفين يلاقوا الكوره، وده ظلم ليهم.